احنا داخلين على الحسين بقى، حبيت ان انا نصور بقى بقيه المحلات التحفه الجميله دي، حاجات مش هلاقيها نصورها تاني. الحاجات دي بقى معظمها السياح بيجوا عليها. يا جماعه نفسي يجي الحسين زي ما انا كان نفسي وجيد اهو. حاجات جميله ما شاء الله، دي تحف انتيكات السياح بيجوا عليها. الشنط دي شنط برضه صنع يدوي دي، ماشي ما تكلمش خالص. ما صورت جنب اليمين، صورتش جنب الشمال. الحصان ده بابا كان جايبولي ياخد في الفطور، لازم اصوره. شيخ عايز اصور حد يحرجني. مش عارفين ندور ايه، بس عادي بس مش كبيره. هي منقيه بس ولا هنا ندوت عنده ولا كده في السن ولا في دي جلود هنا هو بره تابع على ورق الفرطي. ده محمد صلى الله عليه وسلم. هو بص اللي شغال ده بس حاسين بيه بند عندهم، لو انا عايزه في اخر السنه هاخده. لا صورة ببلاش بقى، انا جنب الحسين حب العزيز. اهم حاجه حب العزيز. زياد يا مسلمين، سمع الميلاد دي عامله كام؟ بقول لك ايه، ممنوع التصوير. مفيش حاجة. بقول لك كام؟ بقول له بيقول لي هتشتري وتسألي، بقول له الاثنين هشتري واصور.
شكرا شكرا. كلك ذوق. انا فاتحه قناه وبصور والله. طيب ماشي كلك ذوق. دي كلها حاجات اللي هي النحاس وانت بتصورها. عندك ورثه؟ حاضر ماشي. اسم حضرتك ايه طيب؟ اسم حضرتك ايه؟ انا وسهلا. بقالك كام سنه في الصنعه دي؟ بقالنا بتاع 30 سنه في الصنعه دي. حاجات كمان. كمل معاها بس. انت عمرك كله 30. انت عندك كام سنه؟ 30 سنه. عندي 30 سنه. حاجات جميلة ما شاء الله. خش احنا قالنا ايه خشوا تجولوا فنتجول انا وانتم مع بعض. بصوا كل دي حاجات نحاس شايفين؟ جت تحفة. وانا قلت فرصة اقول لكم الحاجات الجميلة شايفين فوق كمان. اللي هو بصوا حاجات الاثرية بتاع الزمان اللي هي احنا عندنا بنجيب نجف. شوفوا بقى النجف اللي هو من النحاس شايفين؟ ان شاء الله الفوانيس من والمبخرة دي مبخرة من النحاسة اهي جميلة. الله على الجمال ما شاء الله. وفي فضة هو قال لي برنا دي فضة 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 يعني الحاجة بتتباع بالوزن انتيكات وتحف. وفي منها بتستعملوها تمام. وفي نحاس مطلي بالذهب قال لي. شايفين الطقم ده تحفة تحفة فنية. في بردك اهوت فضة ونحاس كليهات حاجات تحف انتيكات اهي شايفين ما شاء الله. شكرا لذوقك والله العظيم. واسعاركم بقى للسياح بتبقى غاليه ولا للمصريين بترخص؟ ربنا يبعث السياح يا ربنا يبعثها ان شاء الله. ربنا يوسع رزقك يا رب. يعني الحاجات الجميله اللي بصي الجمل الحاجات دي تبقى عامله كام والهرم؟ يعني 100 جنيه للطقم العملي. الطقم على بعضه 100 جنيه تحفه. دي بتاعت بقى المجوهرات ايوه عامله كام؟ 200 جنيه كبيره 300. حضرتك بقى بتبيع الحاجات دي ولا بتصنعها بايدك؟ ايوه الورش بتاعتنا المصانع بتاعتنا بتصنعها. انا شرفت بيك والله العظيم. متشكره لذوقك ان انت خليتني صورت هنا. متشكره خالص. صورتي صور؟ اه صورت صور. اتمنى هيتفرج. كده حضرتك انتوا تدفعوا بقى انا صورتكم. ما سالتش القناه اسمها ايه؟ ما سالتش والله. طب اكتب سلوى سيد على اليوتيوب هتلاقي القناه ان شاء الله. بعد بكره هتلاقي الفيديو ده نازل. متشكره خالص. وفعل الجرس اهم حاجه فعل الجرس. اه ديك عارف اهو. فعل الجرس. طب ندخل على الحسين خلاص. اتفضل يا كابتن. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ المحل دوت مين صاحبه طيب؟ حضرتك؟ السلام عليكم. اخباركم ايه؟ ده الصيني. وانتوا بقى انتوا بقى اللي بت بورسلين مصري. بورسلين؟ طبعا كده بتبيعوا بالطقم ولا بالمج بقى؟ بالطقم على بعض. بالطقم الطقم عامل قد ايه؟ الطقم؟ اه 250. اسم حضرتك ايه؟ محمود. شكرا استاذ محمود نزار. 150 الطقم؟ ست قطع بالاطباء بتاعتهم؟ 150 انتوا مصغرفينهم كده. ما شاء الله جميل. بعدين قعدتوا شربتوا شيشه وبعتوا تكتبوا حتى البراد ده انتوا بردك انتوا اللي عاملينه كده؟ اه يدوي. يدوي؟ جميل. عامل كام البراد؟ 120. 120؟ بس انا ما ركزتش معاه دبلتش عادي. تعالى الله تعالى انا هطلع اجيب الفلوس. قلت لما انت قلت لي خلاص انا جاي في الطريق انا هطلع اجيب الفلوس. ربنا يعمل ازاي؟ دول كلهم بقى طلب الطرب اللي عبد الوهاب وام كلثوم. اه. واللي هو بتاع العود بتاع ام كلثوم واللي اه الاصابع ايوه.
الطقم على بعضه بقى عامل كام كده؟ انتوا مجمعين طقم على بعض 550. ده للعرايس بقى. اه دي شنط طبعا. الشنطة عاملة كام؟ البوك دي شو؟ ايوه الشنطة 65. الشنطة جميلة، عند بوك صغيرة. اه يا ده وانا باين عليها جميلة متبطنة كمان. والبوك بكام؟ 30. جميل والله، عندك حاجات جميلة خالص. وانت لما بتقعد تتكلم مع الراجل بص تعرف ان الناس ديت لو طلبت مره العصفوره هيجي لها هي خلاص الناس هتيجي. وهو كمان من الحاجات اللي هي كانت معروضه عليها في 108 البتاعه دي شكرا خالص. هي سعر الطبله اللي كنت تعرفها. يلا يا اخو خلصت؟ اه ويرج به زرعا مختلفا الوانه بهيج فتره. يلا يا عم شوف صفحه. كده احنا وصلنا للحسين اخيرا. على ده حسين اهو يا جماعه، ودي بقى اللي بيقولوا عنها قهوه الفيشاوي، صح كده يا اخلو؟ كل دولت اللي بيرسموا حنة، كل دولت بيرسموا حنة اهو. شايفين ما شاء الله سبحانك يا رب، شايفين الحمام ده والعصافير يا اخويا؟ ده حمام، الحمام بصوا شايفين بيحوم حوالين المسجد، مسجد الحسين، مسجد الحسن والحسين. شايفين يا جماعه ما شاء الله الله اكبر. ودي الحديقه اللي قدام الحسن والحسين. ثواني يا اخو، ودي قهوه الفيشاوي. يا ما بابا جابني فيها عشان اكل فيها في الدور الثاني. بصي انا اكلت عند الحاتي اللي في الدور الثاني ده، شايفينه وانا مخطوبه. انا بجد مبسوطه يا رب حبايب قلبي سلوى سيد تكونوا كلكم مبسوطين معايا في الجوله الجميله دي. وده مسجد الحسن والحسين. شايفين يا جماعه ما شاء الله الله اكبر، الحمام بيحوم حوالين الجامع. شايفين؟ شايفين الناس المصريين ولا همهم كورونا ولا اي حاجه، كله ماشي بيتفسح وبيشتري وانبسط ويزور. وكل الستات اللي قاعدين دول بيرسموا حنه، في اللي من مصر وفي طبعا من النوبه وفي من السودان. شايفين الحمام ما شاء الله الله اكبر، منظر جميل اهو. يا رب يكون اسره واضحه. شايفين ما شاء الله؟ شايفين؟ الله اكبر الله اكبر، ايه الجمال ده يا خلود؟ طبعا النزار الكعبه بيطلعها الحرام. طبعا في حمام هناك بيطوف حوالين الكعبه. سبحان الله ربنا رازق هنا الحسن والحسين في اليوم الجميل دوت بالحمام اللي بيطوف حوالين الكعبه. سبحانك يا رب. جاي كده اهوت اهو، ولا ايه غي ولا ايه اي حاجه. سكن في الجامعه طبعا. الازهر الشريف طبعا اهو، ده الازهر الشريف اهو. دي الحديقه. تعالى بقى نخش جوه ونكمل تصوير. عايزة تروح فين تاني؟ عايزين نصور من الباب اللي قدام بتاع المسجد. هم قافلين كل حاجه. هلففك من ورا وادخلك. قافلينه خالص؟ مش هيدخلونا؟ قافلين كله محاطين. طب تعالي منين اهو؟ تعالي. الشارع في زحمه. مفيش، في زحمه دلوقتي.